Média. La radio de toutes les générations. الجديد ديال مسلم فيتشرينغ مع احمد سلطان وحلقة كانت متميزة يوم الخميس. الناس اللي ما شافوش وسمعوا الحلقة يمكن لهم يلتحقوا بنا عبر صفحة اليوتيوب وشوفوا اللقاء ديالنا مع الرابور دون بيغ اللي صدر الالبوم ديالو الثالث. كانت حلقة جميلة. وكما ذكرت مستمعينا الكرام يعني بعد موجز الرابعة ونص مجموعة ادرينالين خرجوا سينجل جديد غيكونوا معنا. وقبل غادي نتكلموا الان وغنفتحوا مجال جديد وحنا فرحانين اننا نستقبلوا تنظن ماشي انت هو اصغر واحد اللي داز في موزايك لان كاينه فنانه نهيله اقلاي هي اصغر وحده ولكن نتايا هي في الغناء ولكن نتايا مشهور بواحد الرياضه اللي انتشرت في الاونه الاخيره بشكل كبير هي رياضه الفراي ستايل بول اللي تيتنافسوا الممارسه ديالهم على اظهار المهاره ديالهم في التعامل مع كره القدم. ها هي كره القدم بحركات فنيه بارعه. احنا اليوم فنان في هذا اللون الرياضي غنقول هو بهاء الدين جلالات اللي اتصل بينا وقال لك موزايك دو 7 à 77 انا عندي الحق ندوز. قلنا له مرحبا والف مرحبا. هو بطل المغرب في 2013 و2014. مرحبا بك. ميرسي. الله يبارك. لاباس عليك؟ الحمد لله. نهار كبير هذا. ميرسي. راه ما تندوزوش على المغنيين والممثلين راه حتى الرياضيين. ميرسي. بخير الحمد لله. شحال في عمرك؟ 17 تبارك الله. انت يا بطل المغرب 2013 و2014 2013 2014 فري ستايل بول. غنشرحوا للمستمعين شنو هذا الفري ستايل بول ومنين جا الفري ستايل بول. نورمالمون بعدا الحاجه اللي كنفتخروا بها حنا اللي مغاربه بانه اول واحد دار فري ستايل في العالم هو مغربي سميتو سفيان التوزاني ودابا واخا جنسيه هولنديه عايش في امستردام. هو اللي عطى لي باز في العالم ديال الفري ستايل. وشنو هما لي باز دابا؟ شنو هو الفري ستايل يعني؟ الفري ستايل هو يعني عند شد كره مقنع واش معاهم. دابا الفري ستايل هو سبور اي ار او ميم طون بحال لا دونس. يعني هو ميلونج بين لا جونغلوري و لا ميوزيك. اللي ديجا كتلعب بلا ميوزيك اي لون موسيقي يعني نقدروا نديروا فري ستايل بالراي بالشعبي ولا خاص تكون ريتمي موسيقى ريتمي ولا شنو؟ فوالا ما كاين اللي في لي شو كيدير ان ستايل ديالو كل واحد. يعني حيت لا بغى شي واحد يتعرف في العالم خصو يكون كرياتيفيتي يدير شي حاجه ديالو. انت تدير لا كرياتيفيتي ولا مازال؟ فوالا كنحاول ماكسيموم ندير ان ستايل ديالي باش نبان. فوالا. واش بغيتي تبان يعني شنو هو الستايل ديالك الو؟ لانسبيراسيون من لا دونس ومام طوم من لا جونغلوري. كيفاش تجات هاد ليستوار ديال الفري ستايل؟ كنت كنلعب كره شحال هادي. فوالا. كنت مع اي فريق تلعب؟ كنت كنلعب مع ليفار. تهرست من رجلي لقيت فاش كنت مرست كنت نشوف دي فيديو في يوتيوب اكسيتيرا ديال الفري ستايل. قلت فاش غنبرا غنجرب. فوالا جربت بديت كنتريني فوالا فاش كتكون كتبدا ضروري شي ناس كيحبطوا كيقول لك هكا تخربق ما يمكنش. تريني اكسيتيرا جات الباتل الاولى اول كومبيتيسيون نشارك فيها تعزلت في التوب سيزون ماروك. موراها كملت وترينيت جات الكومبيتيسيون اللي موراها الدومي فينال وجات موراها باتل اللي كانت في سلاغ شامبيون دو ماروك ديتها. واخا ولكن دابا انت راه تقول لي شنو ديتي ولكن مازال ما شرحتي لي شنو تدير فري ستايل بول. يعني المشاهدين راهم يمكن لهم يشوفوا مقطع ديالو في الاستوديو كان تيدير تسخينات. يلتحقوا بنا عبر صفحه الفيسبوك هاشتاغ موزايك واكيد غادي يشوفوا قريبا واحد من بتيت ديمونستراسيون اللي درتيها هنايا في دار ميدي ان. وهالكره ديالك هادي ما تتفرقاش بحال اي عازف عنده الكمان ولا الساكسو ولا العود. فوالا تتلعب بهاد نفس الكره ولا غير هادي خاصها تكون كره سبيسيال
خاويه عمراء باش بحال بحال اي كره عاديه كل واحد فاش كيرشح وصافي ولكن شتا خفيفه هذه يعني تتفشات تتخوي من الهواء ولا شنو لا كله شنو مولف وصافي يعني المهم كتبقى اي بالون تلعب به فريستايل يعني باش نشرحوا للمستمعين فريستايل بول كاينين عده الوان ديال الفريستايل يعني كاين الفريستايل ديال الفوتبول سكوتر كاين ديال يعني انت اختاريتي البول يعني الكره يعني انت تدير اشكال هندسيه بالجسم ديالك في توازن انت والكره هي كلها يعني انت وياها بجوج بجوج ما تفارقوش ما تفارقوش يعني تتلعب بالكره بصبعك براسك بظهرك برجليك تولي الكور ديالي هي لو كور ديالك تلقى راحتك فيها فوالا وانت من غير هذا الفريستايل تتقرا شنو تتعمل بيان سيو كنقرا بخومي غاني باك ايكونومي اي مون طون فريستايل دابا انت اون ستار هنا في المغرب نقولوا ارتيست ما نقولوش ستار دابا مزيان هكا عجبتيني متواضع مع راسك بيان سيغ ضروري ياك تبارك الله عليك دونك الفريستايل خديتي البطل في 2013 بطل المغرب 2014 شاركتي في تظاهرات خارج المغرب ولا مازال بيان سيغ فيستيفال كان في لا تونيزي فيستيفال ايزلاند بيتش كان في لا تونيزي و ميم طون دخلت ما تبقاش تضرب في الطبله لان كاينين هنا كانوا دي فيستيفال انترناسيونال داروا في المغرب شاركت فيهم حتى هما كندير دي سبيكتاكل في دي فيستيفال في دي زاسوياسيون اي واحد يدير فريستايل بول وي شنو خاصنا انا نقدر ندير فريستايل بول بيان سور يعني شنو لا باز اللي خاصها تكون عندي غيان يقدر اي واحد يدير فريستايل بول يعني خصو يكون كيرتاح يكون كيبغي ديك الحاجه غادي يدير خصو يكون كيحس براسو مرتاح معها سيتو دابا انت مرتاح مع الكره يعني خاصك تطلب لك انت تمارين في النهار عدة 3 زور في النهار عندك 3 سوايع وانت تتحمق مع الكره ولا هي اللي تتحمقك كل مره وشنو مي كيفاش كيجي واحد الوقيته كتولي صافي كتولي انت كتحكم فيها اللي في الاول نعم شكون هما البلدان اللي متجهين بزاف للفريستايل بول شكون اللي طالع عليهم لا كوت يعني اللي عندهم الناس بزاف كيما قلتي لي اول واحد انا مازال ما قلبت على هذه المعلومه سفيان التوزاني سفيان التوزاني كان 2002 يعني في العالم هو اللي شهر العالم عطى ليه باص هو اول واحد بدا فريستايل بول في العالم وباقي تيدير فريستايل بول ولا لا لا سيقطع مي مازال دير ايكول ديالو في هولندا ديال فريستايل بول ديال الفوتسال فوتسال كيدير دي سبيكتاكل بارفوا وصافي وهنا انت دابا في المغرب شحال وانت تدير دابا الفريستايل بول بديت في 2012 حنايا دابا في 2000 يقول يلا 3 سنين عامين مزيان 2 ans et demi ولقيتي شويه الدعم عاونوك شويه الناس بيان سور بيان سور ضروري يعني شفناك في عده اشهارات يعني بلا ما نقولوا لي مارك فوالا شاركتي فيهم وي يعني شنو درتي دي اكروباسي بالكره ولا بالمنتوجات الاشهار اللي درتي انت لا بالمنتوجات الاشهار اللي درت داكور كانت بالنسبه لك سهله بيان سور حيت اصلا ديجا كتلقى المخرج يعني تيقول لك انت ليبر فهمتي يعني كتحاول هكذا تتبغي انت تخدم ليبر كدير داكشي اللي كترتاح ليه نعم الفريستايل بحال موزايك من 7 حتى 77 ولا عندها ان اج والواحد خاصو يحبس فريستايل تقدر كاين تقدر دير شي 60 عام وشكون مازال على حساب الفريستايل دابا انتيا شنو هما لي بروجي ديالك يعني شنو باغي دير دابا بهذا الفريستايل بهذا لا باسيون اللي عندك انتيا لان العام الجاي عندك الباك شنو غادي دير انا باغي ندير واحد الحاجه اللي اصلا كنتمنى تكون في المغرب حيت عمرها ما كانتش ايكول في لافريك كاين ايكول وحده في العالم الفريستايل مكراش تكون اول ايكول دار في المغرب وغتكون في لافريك وفين كاينه هاد بعد هاد ليكول هادي اللي تتكلم كاينه كاينه في لا فرانس في لا فرانس غتكون ثاني ايكول في العالم واول انت باغي ديرها هنا في المغرب غنديروا وقفه موسيقيه لان انت تقول انت هي الفريستايل خاص الموسيقى ياك شنو 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 نديروا للمستمعين مكرهتش هكا ماما ديال فيصل عزيزي علاش فيصل عزيزي داك السيد كيبقى مثل الاعلى ديالي فاش المثل الاعلى ديالك انت هو تيدير فريستايل نو سواء في الغناء سواء كانسان يعني كيبقى عنده دي كونسيبت وعنده واحد الميثود باش عايش اللي ومن طون في حياته يعني الحياه ديالو ومن طون حتى في الغناء نسولوه بيان سيغ فيصل عزيزي مرحبا بك انت معنا مباشرة على ميديا الو فيصل عزيزي انقطع الخط معك كنا بغينا ندير لك مفاجاه مع الاسف انقطع الخط غادي نحاولوا نتصلوا به مره اخرى اذا الو فيصل اسي فيصل
بون ما تسمعناش غندير وقفه موسيقيه نستمعوا له. الو فيصل عزيزي اخيرا لاباس عليك؟ لاباس عليك. كيف داير؟ بخير صحيحه. مرحبا بكم في الرباط. مرحبا بنا في طنجة. مرحبا بالمستمعين في المغرب العربي في الوطن العربي في مكانه. فيصل عزيزي سمعتي شنو قال بهاء الدين عليك؟ سمعت غير داكشي كان كيتقطع شويه مي بهاء الدين قالك انت المثل ديالو الاعلى. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais dire que les arts urbains dans le Maghreb sont très difficiles pour que les gens qui font un art urbain soient très difficiles, etc. Et برغم الصغر ديال السن ديالو فهو متشبت بالحلم ديالو وسكي لي اون طران دو فير اي لي اكسيلون. وكان شفتو انا تلاقيتو اول مره في ان ايفينمون هنا في الرباط في اكدال اي جي فيو ا كيل بوين اي لي باسيوني بار سكي لي اون طران دو فير اي جو كرو كو اذا كنت انا المثل الاعلى ديالو فهو يقدر يكون المثل الاعلى ديال بزاف ديال لي جون اللي كيعتبروا ان هاد لاغ يقدر ما يوصلش او ايتترا راه هو غادي وشق طريقه ليشيل ناسيونال انترناسيونال. فوالا راه هو قال لك ميرسي. هضر معاه. دونك نبغيو نذكروا المستمعين بان احنا معنا بطل المغرب في 2013 و2014 لهذا الرياضه اللي انتشرت في الاونه الاخيره بشكل كبير هي رياضه الفريستايل، ولكن بكل الوانها. يعني كاين الفريستايل اللي هو رياضه ديال السيرفولون، فريستايل فوتبول، موتو كروس فريستايل، سكي فريستايل، سلالوم، سنوبورد، تروتين فيلو. هو اللي اختار كرة القدم او فريستايل بول. فيصل عزيزي تنشكروك على الكلمة اللي قلتي في حق هاد لو بتي جون اللي قال بانك انت vous avez plein de points en commun tout même جوج. وشنو بغيت تقول له؟ لا قبل ما ننهيو معك هاد هو تقطع الخط مع الاسف. اذا كانت مفاجاه زميله مع يمكن عنده التليفون ما مشارجيش وراه ما معيطش بيزي في حنا اللي عيطنا له ماشي التعبئه ما بقى فيها والو. اذا مزيان تنقول لك هادشي اللي غادي فيه نتايا. كيفاش تدير التمارين ديالك؟ تتمشي على اليوتيوب تتشوف يعني دي تكنيك تيتزادوا كل نهار ولا كل واحد تختار ستيل ديالو فري ستايل؟ نو كاينين في الاول خص اي واحد يبدا يعني اي بطبيعه الحال خصاس كما تنقولوا يعني خص لي باز يعني كدوز بدا واحد العام عام ونص بدا ديال لي باز موراها كتحاول انت تشوف شنو تتبع سواء تتبع شي واحد اللي هو انترناسيونال وتكون كتلعب في حاله سواء تحاول دير شي حاجه ديالك. بيان سور اسهل حاجه هي تتبع شي واحد مي اصعب حاجه هي تحاول دير شي حاجه ديالك، ولكن فاش كدير شي حاجه ديالك كتولي معروف كتسمى كرياتيفيتي. فوالا في المغرب كاين في تونس عندهم بزاف ديال الناس يديروا فريستايل قلالين. انت ملي شاركتي في هذيك المسابقه يعني كانت مسابقه لها ديك بري ولا فيستيفال سبيكتاكل درت جوست ان سبيكتاكل صافي. انت تتكلم على الرياضه وقلتي المثل الاعلى ديالك كان هو هذا اللي فيصل عزيزي فريستايل نقدروا ندخلوها تنقولوا حتى هي رياضه ويراها رياضه اي ميم طون راها اغ فهمتي. ولقيتي اللي ساندك اللي عاونك اللي شجعك من الرياضيين ولا لا؟ نقدروا نقولوا بيبليسيتي اللي كنت صورت مؤخرا مع عزيز بودربالا اللي هي واحد لا مارك. لا ما نقولوش لا مارك ولكن عزيز بودربالا هو براسو اون مارك ديبوزي ياك. كان ضريف معاك شنو قال لك؟ عادي. وشنو كان الشعور ديالك؟ شنو بيان سيغ فرحت علاش فاش كنت باقي صغير وكنت كنلعب كره كنت كنشوف داكشي اللي كانوا تيديروا المنتخب الوطني ديالنا في 86 اكسيتيرا كنت كنكون فرحان بزاف يعني كنت نتمنى عين نشوف شي واحد من ومني شفتي عزيز بودربالا قلتيها له ولا لا؟ فرحت ما قدرتيش تقولها له وقولها له. هو معنا السي عزيز بودربالا مرحبا بك على ميديا مباشره. على السي منتصر كما صافا كي الاحوال؟ تري تري بيان. كي داير السي عزيز بودربالا؟ ونهار كبير هذا انك معنا مباشره ولبيتي الدعوه ديال الفريق الموزايك باش نشجعوا المهارات في كل الوان يعني ماشي على الفن وحتى في الرياضه. ومعنا سمعتي هاد 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 الشاف هاد الشاب سي بهاء الدين جلالات اللي هو فرحان عاد يضحك يعني كان اللقاء اللي غيبقى قال لك ديما راسخ له في الاذهان ديالو لان كان كما سمعتي كان تيلعب الرياضه ملي كان صغير ملي تهرس وقف كل شيء ولكن عاش لحظات معاك جميله.
سلم عليه هو تيسمع يقول له. السلام عليكم سي عزيز. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير لاباس عليك بخير؟ لاباس بهذا بعيد كي داير الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله صامغش. وانت كي ظهر لي محظوظ اولا كدوز يعني في ميدي في ميدي ان وخاصة في البرنامج مع سي منتصر كي ظهر لي هذا خصك تكون يعني فرحان و هو فرحان مزيان. هو سي منتصر على كل حال هو انا دابا سمعت بطبيعه الحال هذا الشاب بهاء الدين بهاء الدين نعم جلالات بهاء الدين جلالات هو هذا الرياضه اللي كيمارس هي سافغي بالنسبه لي انا يعني كلاعب سابق اللي فهمتيني كره القدم وحنا كنعرفوا الرياضه كره القدم هي اصلا انا يعني انا دائما كنحس بها puisque j'ai étudié de la musique et du théâtre mais quand j'étais tout quand j'étais gamin et donc حاس بالقيمه وبال بال 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 بالمعنى او بالمعاني ديال اي رياضه من الرياضات لانه هي الرياضه كتعطي كتكون شخصيه وكتساعد دائما الشباب على كيف كنقول دائما على اكتساب المعارف وديك المهارات الرياضيه وكتعطي دائما كتعطي التوازن النفسي والوجداني للانسان نعم. وكتساعدو حتى اللي كيكون كيدرس كتساعدو فهمتيني على الدراسه ديالو كتجنبو دوك الافات نعم. الانحراف نعم. فكنتمنى ان شاء الله بحول الله يعني بهاء الدين كل الشباب اللي كي مارس الرياضه يكونوا حاسين بهذه الحويجات واللي ما كيمارسش الرياضه خصو يمشي يمارس الرياضه لانها مهمه جدا ويا با داج بانك تبدا ولا ما تبداش الرياضه يعني بحال موزايك من 7 حتى 77 زعما الواحد ما عرفتش واش عرفتي السي بانه هو بطل المغرب في 2013 وفي 2014 ديال الفري ستايل بول عرفتي لا لا وي 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 انا صراحه في الفريستال انا كنت واحد الفتره كنت كنتبدا صراحه نعم. ما بقيتش كنتبدا بزاف مي عارف ان بهاء الدين هو بطل المغرب في هذه الرياضه هذه وعنده اهداف كبيره لانه باغي يدير اون ايكول ديال الفريستايل هنا في المغرب لان كاينين بزاف الشباب تيتعطاو لهذا وخاصهم اللي اثرهم خاص اللي يقننهم وتنظنوا بان الفريستايل بول يعني كونتون دي بول يعني الكره انتم يا سي عزيز بودربالا كنتو تديروا لنا الفريستايل برجليكم عشنا معكم اوقات جميله هما يديروا فريستايل براسهم وبيديهم يعني في نظرك بان الفريستايل بول يعني قات هو بلاصتو قدروا من هنا 10 15 تولي تايات لي كوب دو موند ديال فري ستايل بول وداك الشيء سي عزيز بودربالا الفريستايل بول في يعني عالميا حنا عارفين بانه يعني كاين ما كنديروا في اوروبا ولا في امريكا نعم. نعم تماما انا في المغرب في المغرب كان كنجتهلوا ولكن انا اللي نقدر نقول في هذا الباب سي منتصر وهو نعم. بهاء الدين الا كاين شي حاجه فين نساعد ونساعدوا كيف قال دابا على القليل المدرسه واكتشاف المواهب او تحفيز هاد الشباب اللي كتجلبهم هاد النوع من الرياضه صراحه انا على راسي وعينيه حيت حنا اصلا عندنا واحد لو بوت اللي بغي ما كرهناش يوليو لي فريستايل في المغرب بزاف بحال في اوروبا اكسيتيرا حيت دابا فاش كيجيو كيكونوا دي كومبيتيسيون كبار حتى لي كاليفيكاسيون ديال الشامبيونا دي موند ما كيجيوش للمغرب حيت حنا قلالين فهمتي يعني بغينا حتى حنا نهزو الدرابو ديال المغرب برا اكسيتيرا الوطن العربي ماشي على المغرب يعني الوطن العربي ونشوفوا العرب يعني تما عندهم دي تالون بحال نقولوا عرب جود تالون تما يكونوا ونشوفوهم في المحافل العالميه سي عزيز بودربالا شنو اخر اغنيه غنقول لك لا نضحك معك شنو الجديد ديالك كاين هذا ديما السؤال اللي تنطرح للضيوف ديالي شنو الجديد ديالك سي عزيز بودربالا قبل ما نختم معك هذا اللقاء لان كاين موجز اخباري الان الجديد ما كاينش جديد باستثناء بطبيعه الحال حنا كاين كيف العاده المنتخب الوطني المغربي كيوجد المباراه الحبيبه اللي تكون في هذا الشهر هذا منتخب الاوروغواي وانا يعني بالنسبه لي شخصيا
الحمد لله انا محظوظ في هاد الشهور الاخرانيين كنمشي لاوروبا بزاف وكان كندرس واحد شويه كناخذ واحد الدروس اضافيه في لا كومونيكاسيون وفي تبارك الله عليك في لا بسيكولوجي سا سي اكسيلون فوالا ايوا دونك حاضر جوج انورمومون جوج انورمومون اترافير لو ماروك سيرتو شوي تري اكتيف نعم كوتي سوسيال الى سمحتي راه من بعد غنعطيو الرقم التليفون ديالك للسي بهاء الدين جلالات باش حتى انت الا قدرتي تعاون بشي حاجه مرحبا واخا لو كوتي بسيكولوجيك ولا اللي بغيتي Il y a aucun souci. Il a besoin de dame. Il a besoin qu'on le soutienne. Non, non, merci. Je suis là. 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 شكرا لك سعد بودربالة وتشكرك على هذا الوقت اللي اعطيتنا وهذه الكلمات اللي اعطيتي لها ونصحي لها البهاء الدين جلالات مستمعينا الكرام بقوا معنا راجع لكم بعد الموجز الإخباري De Mosaïque. Dini Nidji, Kanika Kapoor, mon اختيار ديالك تعجبك الموسيقى الهنديه ولا شنو تعجبك شنو تعجبك الافلام تتهضر بالهنديه ولا والو تتمنى انك دير في برودكسيون نشوفوك في ان سبيكتاكل يعني دونز ان تيم ان تيم سي ديجا في سي ديجا في دونز ان فيستيفال كان لو تيم ديالو لين ديجا سي ديجا في اذا الناس اللي تحقوا بنا الان تنهضروا على واحد الظاهره انتشرت اخيرا بشكل كبير هي رياضه الفريستايل بول يعني بكل المشتقات ديال الفريستايل بول اللي تي للشباب او كاينين البنات يديروا فريستايل بول ولا الاولاد بزاف المغرب كاينين جوج كاينين جوج اذا تحيه لدوك الجوج اللي كانوا في الاستماع باش يبينوا المهارات ديالهم في التعامل مع الكره القدم انت شرحتي لنا البدايه وان نذكر المستمعين انك انت البطل ديال المغرب في 2013 و2014 وان درنا لك مفاجاه سي عزيز بودربله وقال لك انه مستعد يعاونك الا بغيتي انت بهذا ليكول يعني دابا انت تقرا يعني العام الجاي عندك الباك يعني شنو يعني كي تدير يعني بين كتحاول الماكسيموم توافق بين القرايه وبين باش انت نبني كارير ديالي فريستايل انت بغيت بعدا دوز الباك ديالك اه بيان سور دوز الباك فوالا وديك الساعه نبني كارير ديالي فريستايل فال فلوس فريستايل ولا لا بيان سور مي ماشي 100% في المغرب مي فلوروب فين تيديروا في لوروب فين تيديروا لوروب الفلوس يعني الفريستايل يعني في اشهار في اشهار كيكونوا لي زيفينمون بزاف كيكون ان سبونسورينغ انت عندك شي سبونسور كي تو سوي بويسك انت بطل المغرب ديجا كنت سبونسوريزي باغ اون مارك صافي سير لات كونترا صافي ما معدنية ياك نو 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 هذيك درتي الاشهار ديالها مارك سبور شي او سينو معك على شحال 6 موا six mois oui, يعني سي دي كونطرا قصار يكونوا قصارين عقدات عمل اللي تتكون قصيره تيكون فيها شويه البركه الفلوس اه بيان سور اللي من خلالهم دوك الفلوس شنو تدير انت تشري الحوايج تشري هكا كل مره وشنو يعني سفر كل نعم. مره الفريستايل يعني خاص تكون عندك لباس رياضي ولا تكون عادي باي لباس كل واحد وستيل ديالو يعني بحال دابا انا لابس دابا يا تيشيرت وجاكيت ما نقدرش ندير فريستايل انا الكره تقدر تبلوكا ليا هنايا مي الا ولفتي كرا كتكون داكشي قلت لك كرياتيفيتي على حسب نعم متميز نعم هذاك اللي كيلعب بالجاكيت فهمتي بنادم كيتعجب انا اللي عجبني انك انت تتهضر على الفري على الفري ستايل بول بحال تدوي على شي وحده تتبغيها فوالا فرحان عاتاتي تبدا تهضر ديجا معروف بين ديما كنقول لهم انت مدمن على كنقول لهم سي مون امور ديجا كنقول لهم هذه اللي كنبغي اي طون امور دابا عندك اون امور اللي غادي تبدا تغير لا ما ونهار تكون اش غتقول لها ونهار غتقول غتقول الكره هي اللي ولا المهم بعدا غتعلمها ضروري ياك ولا لا خصك قبل عليها نعم تنتمنوا لك التوفيق بهاء الدين جلالات وبغيت نذكر المستمعين انهم يلتحقوا بنا عبر الصفحه الرسميه هاشتاغ موزايك يشوفوا مقطع ويشوفوا الفيديو ديالك والمهارات ديالك معلومه اللي يديروا بهاء الدين جلالات وي سير يوتيوب سير يوتيوب انستغرام دونك الوغ لي بروجي 2015 شنو كاين ان شاء الله غنمشي للشامبيون دي موند اللي كاينه في التشيك اها تشيك وسلوفاكيا امتى كاينه في اوت غادي يمشي معاك ان سبونسور ولا غتمشي بفلوسك مازال ما لقيتي حتى دابا يعني البلون اللي كاين في الدماغ هو غنمشي بفلوسي غتمشي فلوسك يعني شنو دابا حنا نقدروا نعاونوك يعني شنو يعني شنو خاص السبونسور اللي شي واحد يستمع ان سبونسور اللي اوما شنو بغيتي اللي يخلص لك الفواياج حاجه بعدا اوموا بعدا البي دافيون او بادوس هذه ابسط حاجه باش كوميم كتسمى كتمثل المغرب مي باش كتمثل المغرب والمغرب
يعني خص ضروري واحد سبونسور اللي غادي يعاونك. ما حنا اصلا كنبغيو المغرب دونك راه واخا ما غيكون والو غاتشي غتمثل المغرب. اذا الناس اللي بغاو يعاونوا هاد الشاب بهاء الدين جلالات حنا تنوجدوا لهم نداء من خلال برنامج موزايك انهم يلتحقوا بك. عندك باج فيسبوك ديالك شنو الكونتاكت ديالك؟ بهاء الدين جلالات انه الى بوزوان دان سبونسور باش يشارك في دي كومبيتيسيون دي كومبيتيسيون او بطولات العالم اللي غتكون في اوت ان شاء الله. موجد ليها ولا عاد؟ ضروري بيان سور موجد شاك جو. وحنا غادي نكونوا معاك ان شاء الله قريبا الله. وتعطينا الاخر اخبار ديالك وحنا فرحنا حيت جيتي وحلينا لك هذا الباب صغير ياك ومن خلاله يتفحوا لك ابواب كبيره من خلال برنامج موزايك. حنا همزه تواصل يعني نكونوا بيننا وبين لي سبونسور. لي سبونسور اي واحد بغيتي يعني بغا تشرط يقدر يكونوا اصلا ديجا صافي بليزير صافي بليزير نجي ونكون معك كمنتصر. مرحبا خويا ياك فرحان ناشط هادشي اللي بغينا صافي. ايوا الله يصوب ليك دابا هالكره ديالك هنا يلا نديروا لك شي حاجه. درينا جمتي ديمونستراسيون باش نختموا معك هاد القرار. بغيت نذكر المستمعين بان بعد قليل غيكون معنا احد اعضاء مجموعه ادرينالين وعندهم الجديد ديالهم اللي جات. تتعرفوا ادرينالين؟ وي كنعرف لامين. لامين داكور دونك هو اللي غيكون معنا بعد قليل. اوكي يلا هاك الكره وتهلا فراسك ضروري يلا باي باي.